كورونا بالماي الحار، عندي ماي حار لازم يكون ماي قلنا يكون يغلي، يلا نخلي بيه المعكرونة حتى ما تعجن عندنا ولا تلتصق واحدة بالثانية. طبعا راح نخلي له احنا شوي الزيت وراح نخلي الملح. هسه نجي نبلش ونشوف شنو الترتيب اللي هو ناخذ المقادير على الشاشة، ناخذ المقادير على الشاشة حتى ممكن اللي يحب يشتغل. راح يكون عندنا طبعا المعكرونة باللحم والجبن، راح يكون طبعا راح يكون طريقتين، اللي هي طريقة الطبخ وراح يكون الطريقة الثانية اللي هي تكون شوي بالفرن. فاحنا ما حنسويها تكون طبخ بالطاوة قبل. هنا معكرونة 400 غرام، اكو عندي لحم مفروم ربع الكيلو، صلصة البشاميل 1 كوب، اكو عندي جبن 100 غرام، قشطة اكو عندي 1 كوب، اورجانو اللي هو الزعتر البري، فلفل اسود، كمون، فلفل احمر بودرة، والملح. هاي راح تكون المقادير للمعكرونة. هسه نجي هنا ناخذ بالبداية راح نخلي الزبدة، ناخذ الزبد نضيفه، راح اضيف زبدة، راح نطبخ اللحم. خلينا الزبدة بهذا الشكل مثل ما نشوف، بديت اذوب. طبعا الزبده حتكون اي زبده موجوده، احنا حتى ممكن استعمل زيت الزيتون. خليتها بهذا الشكل، راح انتظرها شويه تذوب. هنا راح يكون عندي طبعا اللحم، هنا راح يكون عندي اللحم. هسه اللي ناخذ اللحم راح اضيفه، راح اضيف اللحم. طبعا اللحم يكون لحم العجل اختاريت اليوم، راح اضيفه بهذا الشكل. مثل ما نشوف طبعا ويا اللحم راح نسوي، نجي هنا ناخذ البصل، نسوي هنا راح يكون عندي هنا طماطه وحبه البصل، هاي راح تكون عندي موجوده بهذا الشكل. يكون عندي ناعم شويه بصل ناعم. هذا الشكل. راح اخليها ويا اللحم ضروري يكون. لا اوكي مثل ما نشوف، راح ناخذ نضيفه ويا اللحم اللي موجود. هنا عد المعكرونه على النار، شوي نحركها. نحركها بهذا الشكل. انا راح اضيف الزيت، هنا راح يكون عندي الزيت، راح اضيفه للمي اللي بيه المعكرونه، راح تكون المعكرونه بيه. ضفت الزيت اوكي، راح اضيف الملح، ضفت لها الملح شيء يعني ملح قليل، راح اضيفه هنا للحم اللي موجود هذا الشكل اوكي. راح اقلب هذا الشكل. اللحم الموجود اقلبه بهذا الشكل. هسه هنا اوكي، راح ناخذ شويه من الطماطه اللي موجوده عندنا. شوي نقطعها ناعمه حسب الرغبه راح تكون. هسه ناخذ شويه من الطماطه راح اضيفها ويا اللحم اللي موجود عندي.
بهذا الشكل، وهنا راح يكون عيننا على المعكرونة اللي بالسلق. اوكي، راح يكون عندي بهذا الشكل، نقلبها شوي، نحرك المعكرونة دائما حتى ما تلتصق بالجذر. وبهذا الشكل هنا راح يكون عندي شوية من الخضار راح اضيفه. طبعا الخضار راح يكون اختياري. هنا راح يكون عندي التتبيلة، اضيف يكون مهمة التتبيلة، اضيف الفلفل الاسود، كمون، وشوية من الملح، هتكون يعني مخبوطة. ضفتها بهذا الشكل مثل ما شفنا. راح ناخذ هنا زعتر البري الاوريجانو، راح اضيفه بهذا الشكل. طبعا التوابل اذا نسولف عليها حسب الرغبة حتكون، ممكن اذا تحبوها التوابل اللي عندكم تقدرون تضيفوها. بهذا الشكل نحرك. هنا راح يكون عندي الخضار، هاي يكون عندي الخضار اللي هو السوتيه الخضار، احنا نسميه اللي هو الشجر، والبروكلي، الفاصوليا الخضراء، هاي راح تكون عندي بهذا الشكل. هذا شكلها راح يكون عندي. هنا راح اقطعها ناعم، جزر والشجر والفاصوليا الخضراء، شويه من الخضار. حب هذا الشكل. طبعا نحب نذكركم هذا البرنامج برعاية مطابخ السنديان والديكورات، تكون هاي الأكلة الجميلة برعاية مطعم أوسكار، الوكالة التركية في بغداد. قطعنا الخضار بهذا الشكل، قلنا الخضار راح تكون اختياري عندنا، راح اضيفه، ضفتها ويا اللحم اللي موجود عندي. هنا ايش بقى عندي حاليا؟ بقى عندي صلصة البشاميل، ويكون عندي القشطة، راح يكون عندي هنا الجبن موجود. اوكي، هاي الزبدة اخذنا من عندها شيء اللي نريده احنا. بدأت تجهز عندنا المعكرونة. هنا راح اضيف شويه من المي، ضفته للحم اللي موجود مثل ما شفنا شلون حمصناه ويا البصل والهاي والخضار اللي موجوده. هسه حاليا راح انتظر على ما يكون عندي جاهز ينشف، والمعكرونه راح ابردها بالمي وراح اخليها فوق اللحم، بعدين راح نخلي البشاميل، راح نخلي القشطه والجبن، راح نضيفهم بالاخير، راح ننتظر شويه تقريبا 5 دقائق بس ينشف المي مالت اللحم وتجهز عندي المعكرونه. راح اضيفها بالمي البارد، هنا راح يكون عندي المي البارد، اخلي المعكرونه بيه الحاره واضيف فوقها المي البارد. ضروري انه يكون المي بارد شيف عباس. طيب بالتاكيد الخمس دقائق احنا راح نقدر نتعرف فيها على الرياضة يمكن، مو؟ نعم أكيد. نشوف اليوم التمارين والحركات الرياضية اليوم المختارة. زين، أضيفها 1 كوب من صلصة البشاميل، أخبطها ويا اللحم بهذا الشكل. خلينا الصلصة فوق اللحم والخضار اللي ضفته، طبعا قلنا الخضار يكون اختياري. هنا راح يكون عندي القشطه، راح اضيفها او كريمه الطبخ ممكن. ضفتها بهذا الشكل. هنا حلو. خلينا هسه القشطه وصلصه البشاميل سويه. مثل ما نشوف
هسه هنا راح ناخذ المعكرونه اللي سلقناها وردها بالمي، راح اضيفها هذا الشكل. هناك خلينا قلنا القشطة والبشاميل فوق اللحم اللي موجود، وهنا المعكرونة بهذا الشكل. اوكي مثل ما نشوف خلطناها. طبعا الخبطه السويه صار هذا الشكل مالتها، احنا ممكن نخليها ببلانكو ونخلي فوقها الجبن ونضيفه نخليه داخل الفرن تقريبا درجه حراره 180 يكون عندنا جاهز، بس الفوق ما يحتاج الجو شغل فرن طبعا. واحنا راح نسويها اليوم بدون الفرن، يعني سوينا الصلصه وياها بس هنا راح ناخذ جبن، راح اضيف الجبن بهذا الشكل. قليل من الجبن خليت، طبعا هم راح ارجع اضيف فوقها ورا ما نصبها تكون عندنا جاهزه بهذا الشكل. هنا حلو هذا راح يكون عندي شكل النهائي. هسه راح اصبها ونشوف شو راح يصير شكلها عندنا. هنا نحضر الطبق ناخذه بهذا الشكل. ما شفنا طبعا قلنا ضفنا وياها الجبن هذا راح يكون عندي شكل النهايه لها. هسه راح اضيف الجبن اللي موجود هنا حبه من البروكلي راح اخليه شوي من طماطة كرزية هناك شوي من النعناع نقدر نضيف بهذا الشكل. هنا عندي قلنا الزعتر البري راح اضيفه هذا الشكل. هذا صار شكل النهائي. بالعافية عليكم. شكرا لك شيخ عباس. هاي الأكلة الدسمة بس شكلها مو مال دسمة، شو تقولين؟ لا هو صح شكلها بين بس المكونات اي اللي ضايفه انه جبن وقشطة ومعكرونة بحد ذاتها هي دسمة كلها كربوهيدراتها. الشكل انا ذاتي اي شكلها عرفنا قال وضح الشيف عباس قال انه لحم والمعكرونة والجبن وايضا حتى القشطة هي دسمة لكن الشكل ما يوحي له انه هي دسمه. يوضع يعني سره باضعف. ما شافتها هاي الاكله شي قبل يعني؟ ما مشابهه يعني عليها بفد شيء؟ فد اكله فد شيء يعني مثل ايش؟ يعني انت ما مشابهه عليها فد لا يعني هي معكرونه وجبن. صدق؟ شفت ما مشابهه عليها؟ انت بشنو مشبهها مثلا؟ هو انا يعني يدي بالطبخ يعني ممكن يعني ما شايفها بفرع بمنطقه بالمنطقة؟ عاشت ايدك شوف عباس شكل رائع ومذاق رائع يعني متاكد بنفس الوقت. شكرا لك متأكد رح نرجع لك بفقرة الغداء لهذا اليوم. شلون صح شيف عباس؟ شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ فقرتك الأخيرة بلشت؟ ما راح تبلش وقتها يعني؟
اي وقتها هذا وقتها ان شاء الله، الوقت كافي ان شاء الله لك مع اليوم الطبخه اللي ذكرناها بمشوارنا الصباحي لهذا اليوم. اوكي. مطبخي مع الشيف عباس والاتصالات مفتوحه وعلى الهواء مباشره، راح يكون وياكم اول باول. اوكي صعب. واني اذا احد سال عليه حلو موجود انا قاعد هنا. اوكي ماشي حبيبي. أوكي. تعال دقيقه وين. اوكي ها من عندي لك، من نقص عندي هديه من عندي لك. شكرا شكرا لك. بس اي بس اضيف اخر شيء تخليها اخر شيء تخليها اخر لا قصدي اخر شيء تخليها فوق بالطبخه. اي يلا اوكي فقره مطبخي حبيبي بالتوفيق. شيء نورتني شكرا لك يا عمر. اكيد مشاهدينا الكرام وصلنا على فقره الغداء اللي راح تكون عندي، راح يكون عندي كبسه البرغل، راح يكون عندي دجاجه طبعا هنا مقطعه مسلوقه، راح نحمصها بالزيت وشوي من البصل شوي من الطماطم والفلفل والتوابل اللي موجوده، وراح نضيف وياها البرغل طبعا نفسه مي الدجاج اللي موجود، راح نكبس به الكبسه. وراح يكون يعني اليوم راح نسوي طبق فنجر صغير، راح يكون عندي هنا فنجر راح نقليه، هناك عندي صلصه الجبن الشيدر، راح يكون عندي هذا اللي هي مطبوخه على النار وتكون مخليها بهذا الكيس اللي انا حتى تكون عندي سائله ما تجف عندي، راح نضيفها فوق البطاطا المقليه، راح يكون طعمها غير شكل. نجي هنا نبلش نقول بسم الله، طبعا وناخذ المقادير حتى نشوف المقادير راح تكون هنا. يكون عندي كبسه الدجاج بالبرغل، دجاجه كامله مقطعه، برغل راح يكون عندي 1 كيلو مثل ما نشوف، راح يكون عندي طبعا معجون نصف نصف كوب. اوكي طبعا اوس معدل. اوكي مثل ما نشوف هنا الحمص والبصل. اوكي اوكي واخروها. شكرا لكم. شكرا لك اوس على المقادير الجميله في دول قلبك. اليوم اليوم بالمنطقه قلت لهم. هنا راح نجي ناخذ البصل، نجي هنا نجي هنا ناخذ حبات البصل بهذا الشكل، مثل ما نشوف هنا راح ناخذ خلينا بصل. هنا عندي دجاجه كامله مسلوقه يعني مقطعها، راح نشوفكم شلون يكون شكل. هنا يكون عندي البصل، ضفنا البصل بهذا الشكل. طبعا نحب نذكركم هالبرنامج برعاية مطابخ السنديان والديكورات، تكون هاي الأكلة الجميلة رعاية مطعم أوسكار الوكالة التركية في بغداد. هسه راح ناخذ شوية من الفلفل. اوكي اخذنا هاي الكمية تكون كافية للفلفل، خليها بهذا الشكل. هنا عندي حبات الطماطة، نسويها بهذا الشكل مكعبات صغيرة تكون. هو بهذا الشكل راح اضيفها ويا الفلفل الالوان مثل ما نشوف. هنا راح نشغل الدهن اللي يكون حتى نقلبي الفنجر اللي موجود عندنا. هسه نجي هنا نقلب نقلب هذا الشكل شويه البصل والفلفل الالوان شويه من الطماطه اللي ضفناها. هسه مطلوب من طبعا هنا راح يكون عندي البرغل هنا 1 كيلو نقعيه بالمي مغسول غسله حلوه ومنقعيه. راح ناخذ هنا المعجون، معجون راح اضيف المعجون ويا الخضار اللي موجوده عندي. اوكي هسه ضفنا المعجون، راح اضيف هنا التوابل اللي هي تكون نجي هنا للبهارات تكون الخام اللي هي القرنفل، عود الدارسين، راح يكون عندي الهيل، هاي راح تكون نضيفها
ويا التحميص هذا الشكل. طبعا ما اختارت الملح اللي راح يكون عندي الماجي. هسه نحول الدجاج. اوكي نحول الدجاج، شوف هنا نجانا مخلص، شوف هاي قطع الدجاج المسلوقه راح اضيفه التحميص ويا المعجون اللي موجود. شوي نحمر قطع الدجاج. هنا الدجاجة ممكن حسب تقطيع راح يكون شلون تحبوه. أنا مسويها تقريبا يكون 10 قطع دجاجة. هسه اجي هنا اقلب. هنا اقلب الدجاج ويا المعجون والخضار اللي موجوده، وناخذ رغد من نديالة. صباح الخير. السلام عليكم. الو عليكم السلام. انا كيف عباس؟ شلونك انت اخبارك؟ شلونك؟ الحمد لله ماشي الامور. عمر الشاي شلونك؟ والله زينين يسلمون عليك، كذا كله يسلم عليك. الله يسلمهم. ما خاف احكي ويا عمر وغصون؟ تحكين ويا عمر وغصون؟ ايه. اوكي يسلمون عليك اكيد، واذا عندك شيء ممكن يسمعوك هم. اوكي؟ يلا ها هي بس اريد عندهم السلام وها هي سلمناها هي. اوكي يسلمون عليك والله هواي شكرا لك. هسه نجي هنا راح نضيف التوابل. عندي هنا الفلفل الاسود. اوكي هنا عندي فلفل اسود، وعندي هنا شويه من بهارات البرياني والكركم والكاري، يعني تكون خبطه جاهزه يعني نخبطها سويه ونخليها. راح نضيف الماجي. اوكي هذا راح يكون عندي الماجي، ضفنا الماجي. اوكي نقلب هسه، نقلب هذا الشكل. راح اشوفكم شكل الدجاج شلون اتحمص ويا الدجاج. وناخذ ابو علي من صلاح الدين. هذا راح يكون هني شويه صوت التلفزيون يا ابو علاوي علي. وعليكم السلام. هذا شوف شلون تحمص عندنا الدجاج. شلونك انت اخبارك؟ الله يسلمك استاذ. الله يخليك امرني. التركيب الباشا استاذ. تركيب الباكه؟ اي والله استاذ. تركيب الباكه، الباكه طبعا احنا راح نجيب الباكه راح نشتريه. اوكي راح نجي نغسلها غسله حلوه مي بارد على مود الزفره مالتها. اوكي ولا ما غسلناها مي بارد راح نخلي الجدر مي حار على صفحه واحده بدون كل شيء. راح نجي نجيب الباكه شويه نخليها بالجدر، نخلي شويه زيت ونخلي قطع الباكه على نار هاديه تكون، نسميه احنا التكميخ، شويه نكمخها ونغطي الجدر مالتها القبق ونخليه على ما تكون تنشف عندنا من المي. طبعا الباكه بالبخار راح تذب المي اللي موجود بها وراح تنشف، راح تتحمص بالزيت اللي قليل اللي ذابيب. راح نذب نوم بصره، عود دارسين، راح نذب شويه من الهيل. اوكي شويه من الكركم والكاري، شويه شيء قليل. اوكي وراح وراها نخلي البصل، حبه بصل كامله، حبه ثوم كامله وياه. نرجع ناخذ المي اللي حار اللي سويناه نذبه فوق الباكه. اول ما ذبيناه راح تصعد عندنا ممكن الزفره اللي فوق، فهي راح تبقى بها زفره ورا التكميخ اللي سويناه وغسلناها بالمي البارد. راح نشيل فوق الزفره اللي فوق موجوده، وراها راح نجي نخليها على نار هادئه تقريبا ساعتين. نجيب لبن زبادي 1 كوب وشويه بالدهن الحر، ناخذ من مي الباكه نخبطها سويه، بالاخير راح نضيف فوقها قبل لا تجهز بنص ساعه بالعافيه عليك. هسه نجي هنا ناخذ الحمص اللي موجود وناخذ نور من الموصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أفغانستان. شلونك شخبارك؟ والله تمام الحمد لله وسلامة. الله يخليك يمريني. بس أريد وصفة البقلاوة. البقلاوة؟ أي تمام. اليوم شو مسويت لنا غدا؟ اليوم دولمة. ها اليوم دولمة. هي هذه لها بقلاوة مو؟ اوكي اوكي هسه شكرا لك. هسه راح نشوف المقادير للبقلاوه ممكن اذا موجوده عندنا. هسه حمصناها.
الدجاج راح نجي ناخذ البرغل، راح نجي نضيف البرغل بهذا الشكل مثل ما نشوف. غسلناه غسله حلوه اوكي، وراح نضيفه بهذا الشكل. ضفنا مثل ما شفنا، خذنا منه جزء حسب الرغبه راح يكون عندي. فاني انا مختار كيلو واحد يكون البرغل ويا الدجاجه كامله. فهسه راح يكون ممكن حتى نشوف الدجاج يكون شلون بيه بارز. ممكن هسه ناخذ منه ايمن من بغداد، ايمن من بغداد. ايمن شلونك؟ انا شلونك عمو حبيبي، شلونك اخبارك؟ شلونك انت؟ الحمد لله. انت زين؟ زين. انت بياصف ثاني؟ شاطر انت؟ شاطر؟ اي شاطر. اوكي، تحب الحلويات؟ عمو سوي لي كباب. كباب؟ هذا اشوفك، هذا اشوفك تحب الحلويات او تحب الكباب؟ ايه. طيب الكباب طيب؟ ايه طيب. اوكي صار، اسوي لك كباب. كباب المشوي غير لو العروق التقلاش. المشوي. المشوي. كباب لحم. صار صار صار، تأمرني. اوكي يلا، باي باي. يلا باي باي عمو. باي باي حبيبي. هسه مثل ما شفنا حمصنا البرغل ويا المعجون ولا، راح نجي ناخذ المي، راح نضيف المي وناخذ عثمان من بابه. طبعا البرغل ما يحب مي هواي. شلونك كيف عباس؟ شلونك حبيبي؟ يا صحتك، قاعد صرت في جو فتره من حكيتك على الشايف. شلون؟ قبل فتره عم اتصلت فيك. قبل فتره اتصلت بيا؟ حبيبي تنورني باي وقت انت تنور. من قلت لك بانيا وسمى البرياني، قلت لي لا تسوي دايت مي. ها قلت لي على البانيا انت مسوي دايت؟ اي من قلت تذكرت. شلونك كيف؟ شلونك انت اخبارك؟ يا صحتك والله، انا حبيت اسلم عليك. لا تسوي لا تسوي. شلونك من البانيا؟ والله اليوم هم بانيا وسمى. حلو بالعافيه. لا انت تقول لي دايت واليوم هم بانيا، اليوم هم ماكل بانيا. اليوم هبانيه وتنان. باوع سوي خبز، جيب خبز، حضر خبز. ها؟ ايه. خبز حار شويه مقسم. ايه. وسوي لك دلاميه مال بانيه. ها؟ ايه. شويه ايه. لحم فوقها، مو لحم موجود مو ان شاء الله؟ ايه. واحمسها لبن وياها وراها شاي معدل، يا دايت ياي، شو تقول؟ بالعافيه عليك. انا حبيت اسلم عليك هذا الشارع. حبيبي يسلمون عليك، كلهم يسلمون عليك. سلام للاهل. هسه هنا اوكي مثل ما شفنا راح نجي نطبقها بهذا الشكل. صارت ملوزه مو يا سديد؟ هنا اوكي. هسه مثل ما شفنا ناخذ غزل من بغداد. غزل شلونك شو اخبارك يا غزل؟ أم غزل. أم غزل. أم غزل. شلونك انت امورك؟ والله الحمد لله، عافت ايدك على الاكل. ويدك. روعة يعني. روعة انت بالاكل. ويدك. دائما اسوي الكليتشه بس تطلع عندي يابسه. الكليتشه؟ دائما. اريد هسه تطلع عندي يابسه، اسويها الزوج واحطها. اريد يرجعها براسي. لا ان شاء الله ما يرجع براسي. ال 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 من نحكي على الكليتشه، الكليتشه طبعا سولفنا عليه، احنا قلنا ممكن الزبد ونخلطها بخليط جيد بالزبده او الدهن. طبعا حتى الزبده نقدر نضيف لها شويه خاشقتين من دهن الحر او السمن، حتى فرش الصينيه من نفرش الصينيه ما نخلي زيت، نخلي الدهن. يعني اوكي. يعني المره بتطلع يابسه وش اسمه، وتكون ما تطلع عندك يابسه، والدس الحراره تكون 180 بس الجو للفرن. اوكي؟ انا اعلق الجو، اعلق الجو بس مرتي ثاني من اعلق الفوق من ابي تستوى اطلعها بكح الشيء بس ورا، يعني ثاني يوم غير يدون ياكلوها يابسه عندي. ليش تيبس عندك؟ اوكي. اوكي ويدك. اوكي اوكي، واحنا هم راح نرجع نسوي الكليتشه اكيد، وراح نشوفكم شلون تكون طريقه الكليتشه وشغل الكليتشه. اوكي؟ هسه مثل ما شفنا
خلينا هنا راح يكون عندي خليت الزبده حتى احمص بها، راح يكون عندي هنا من الـ يكون المكسرات راح اضيفها وياها. هسه هنا شوف الدهن، راح نقل الفينجر اللي موجود عندنا، اوكي راح اضيفه، راح اضيفه هنا بالطاوة. هذا الشكل ضفناه، نجي هنا شوي نحركه. طبعا قلنا ما خلينا الملح، خلينا الماجي للكبسة، كبسة البلغر اللي موجودة. هسه ناخذ هنا اللوز، وانتم اللوز ناخذ من ويانا صابرين من بغداد، صابرين من بغداد، صابرين. صباح الخير. صباح الخير. أنا كيف عباس؟ شلونك انت اخبارك؟ الحمد لله. والله انا حبيت اشكرك على هاي الاكلات الطيبه اللي تسوي لنا اياها. من ذوقك. والله ربي يوفقك ويحفظك ان شاء الله، التقدم التقدم ان شاء الله. اشكرك. اليوم شو مسوي اليوم؟ شو مسوي غدا اليوم؟ انا مسوي برياني ودجاج. ها اليوم برياني ودجاج؟ بلي اليوم مسوي برياني ودجاج. البرياني ايش قد ايش كم دجاجه مسويه؟ يعني انا يعني ما انا وزوجي مسوي نص دجاجه. ها نص دجاجه كافيه مو؟ اي كافي. اي هاي هي بعد. بس حبيت اعرف التتبيله مال الدجاج الشو شلون اسوي، يعني مال الدجاج اصير شلون هاي مال المطاعم. اها اوكي صح. باكر ممكن احنا على اساس اليوم اشتغل الدجاج الشوي، بس ممكن باكر راح اشتغل الدجاج الشوي، راح نشوفكم شلون التتبيله تكون. اكيد لو طلبوا من عندي البيبي الكباب ممكن باكر هم نشتغل الكباب وشوف شنو الترتيب. شكرا. هسه حمصنا اللوز بالزبده بهذا الشكل. ناخذ صباح. صباح من الصويره. الو الو صفاء. صفاء من الصويره. صفاء صوت التلفزيون عالي يا صفاء. اجيت احكي على الاكل حبيبي. خوش اكل. خوش اكل. خوش اسوي اكل. خوش اكل اسوي يا صفاء. يلا رحم الله ذيك عيني ولا. حبيبي مستعجل والله صفاء، حيل مستعجل. يلا اوكي انا انا اجي وراك روح. هسه مثل ما شفنا هسه بدينا نقلب الفنجر هذا الشكل. هسه بدا يتحمص عندنا الفنجر. اوكي نجي هنا. نجي هنا نشوف البرغل مالتنا شوي نقلب. هنا السر هنا حلو بدا ينشف عندنا. طبعا احنا منقعين البرغل صاير هش. اوكي هنا حمصنا اللوز حتى نخليه فوق البرغل اللي موجود. طبعا البرغل بسرعه يجهز عندنا، حتى المي ياخذ مي قليل عندنا، ما ياخذ مي هواي ما دام احنا نغسله وننقع بالمي. هنا اوكي طلع الفنجر.
بهذا الشكل. ناخذ المقادير للكبسة ممكن حتى اللي ما شافها كبسة البرغل وعلى الدجاج ونشوف شنو الترتيب. السنة لا اوكي هذا راح يكون عندي الفينجر. ناخذ طبق بهذا الشكل نخليه. هنا طبعا نحكي على الجبن السائل شوية من الحليب والجبن راح نذوبه على النار ولا ما يذوب يكون سائل عندنا نخليه ممكن يبرد شوية ونخليه بعلبة. أنا مخليه بهذا الشكل حتى نشوف شكله شلون يكون. ممكن إذا أنتم تحبون سووه هنا اوكي. هذا راح يكون عندي الجبن مثل ما اشوف. راح ناخذ هنا من الصوص المايونيز كون بالفلفل الموزولو معروف. هناك هسه راح ناخذ صوص الجبن هنا بهذا الشكل. صار عندي صوص الجبن الشيدر فوقه مثل ما نشوف يكون هذا شكل الطبق. وممكن احنا نسوي ناخذ كاسه بهذا الشكل خلي الصوص بهذا الشكل وياه اوكي. هنا راح يكون عندي صوص الجبن هذا يكون وياه هذا راح يكون وياه. ممكن احنا نهمس وناكل. هسه هنا مثل ما شفنا صار عندي جاهز. راح نجي هنا شوف الكبسه اللي ويانا أسأل هنا اوكي. طبعا مثل ما ذكرنا احنا يكون الدجاج مسلوق وجاهز مسلوق وجاهز يكون عندي. هذا راح يكون قطع الدجاج وياه البرغل والحمص والمعجون اللي ضفناه والبصل. البرغل الخشن نستخدم دائما يكون للطبخ. مثل ما شفنا راح ناخذ شويه من اللوز والتم اللوز نضيف اللوز فوقه بهذا الشكل. وهذا صار عندي الطبق شوف يكون هذا الطبق.
يكون هذا الكبسه الدجاج بالبرغل مثل ما شفنا، خلينا الهيل وشويه من الدارسين والقرنفل اللي ضفناه وحبات الدجاج، طبعا قطع الدجاج اللي سلقناه، والبصل مثل ما شفنا حمصنا البصل وضفناه وياه. هنا اوكي. بالعافيه عليك عمر. بالعافيه على كل اللي يتابعوك. عاشت ايدك شيف عباس، اكله رائعه انا تابعوك. كل شوي اقول خلي اقوم الداخل، لا قلت اوفا مستمتع بالشبيهه. عافيه عليك عافيه. شوف الله لحظه تمام حلو. اذا مشاهدينا نتمنى انه اليوم الطبخه عجبتكم، وبدورنا ايضا مو بس طبخه، نتمنى اليوم انه كل الفقرات اليوم عجبتكم ونالت رضاكم واستحسانكم. تقبلوا تحياتي عمر محمد وياكم والشيف عباس، وكان بالاخراج وياكم اليوم محمد الحبوبي، وايضا تحيه لعماد وسليد ومخلص. نشوفكم كيد باكر ورحله صباحيه جديده. تقبلوا تحياتي.